صحيح. عدد عشري في الفصيلة، حنا خصنا نحيدوا الفصيلة. عندنا رقم واحد من وراء الفصيلة كنضربوا هذه في عشرة، ولا ضربنا هذه في عشرة كنضربوا كذلك المقسوم في عشرة. إذا باش نحيدوا الفصيلة كنضربوا هذه في عشرة، كتحيد الفصيلة، وحيت ضربنا هذه في عشرة نضربوا حتى هذه في عشرة. هذه إذا ضربناها في عشرة غادي نضيفوا صفر. إذا أصبح عندنا 67,800 مقسومة على 59. شحال عندنا من رقم هنا؟ عندنا جوج واحد جوج، غادي ناخذوا رقمان، ناخذوا هنا كذلك رقمان. 67 أكبر من 59، إذا نقسموا على 67 شحال فيها من 59؟ فيها واحد، واحد في 9 9، واحد في 5 5. ندير عملية ناقص، 7 ناقص 9 لا يمكن، 17، 17 ناقص 9 8، ونزيل الواحد، هنا واحد زائد 5 6، 6 ناقص 6 0، ونزيل 8، 8، 88 كم فيها من 59؟ واحد، واحد في 9 9، واحد في 5 5. عملية ناقص دائما، 8 ناقص 9 لا يمكن، 18 ناقص 9 تبقى 9، ونزيل الواحد، 8 ناقص 6 2، ونزيل الصفر، مئتان وتسعون شحال فيها من 59؟ فيها 59، ونضربوها في جوج غتعطينا 118، ضربناها إلا زدناها غاديش تكمل لنا. إذا نديرو أربعة، أربعة في 9 36، أضع 6 وأحتفظ بثلاثة، أضع 6 وأحتفظ بثلاثة. 4 في 5 20 زائد 3 23. أنزل الواحد، 9 ناقص 4 5، 2 ناقص 2 0، أنزل الصفر، خمسمية وأربعين شحال فيها من 59؟ 540 شحال فيها من 59؟ نشوفوا سبعة، حيت هنا عندنا 50 وهنا عندنا 50، إذا راه تقريبا 10. نشوفوا نشوفوا 8 7 8، 8 في 9 في 10 95، شوفوا 9. انتم جربوا 7 8 9، جربوا بوحده بوحده. 9 في 9 81، اضع 1 واحتفظ ب 8. 9 في 5 45، و 8 53. عشرة ناقص واحد تسعة، أربعة ناقص أربعة صفر، خمسة ناقص خمسة صفر، الباقي تسعة، الخارج 1149 والباقي تسعة. هكذا كنخرجوا القسمة.